أبرز الأخبار مشاهدينا الكرام من قناة من القاهرة، أهلا بكم. نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالتعاون مع مسؤولي وزارة الموارد المائية والري في حل مشكلة تراكم القمامة بترعة المريوطية بالجيزة. وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة رصدت منشورا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لتراكم القمامة داخل ترعة المريوطية بطريق سقارة السياحي، وفور رصدها تم اتخاذ الإجراءات وإزالة القمامة والمخلفات. أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية إليها وزيادة أعداد السياحة الوافدة والبينية. وخلال مشاركتها في جلسة نقاشية على هامش منتدى إفريقيا 2018، أشارت الوزيرة إلى أن حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد الإفريقي في عام 2017 بلغ نحو 72.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل بنهاية عام 2018 إلى 9.6 مليار دولار. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 15.6% مقابل 26.7% في ذات الشهر من العام السابق. في سياق متصل قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.94% على أساس سنوي في نوفمبر من 8.86% في أكتوبر. نظم أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ندوة للتوعية بأمراض السرطان بقاعة المؤتمرات بكلية طب الفم والأسنان بحضور نحو 100 طالب وطالبة بمختلف الكليات لتفعيل الأنشطة الخدمية لأعضاء الأسرة. كما نظم أعضاء الأسرة دورة رياضية بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية تتضمن بعض المسابقات في ألعاب كرة السرعة وتنس الطاولة، وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الرياضية لأعضاء المجموعة. أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تأييد أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتفاقا عالميا غير ملزم يتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين، رغم أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الاتفاق كان أقل من عدد الدول التي عملت على صياغته. ويستضيف المغرب مؤتمرا للأمم المتحدة في مدينة مراكش بشأن اتفاق الهجرة الآمنة والمنظمة. كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن عملية أمنية أنجزتها شعبة المعلومات وأطلق عليها اسم الجبنة القاتلة. وأوضح المشنوق خلال مؤتمر صحفي أن شعبة المعلومات كشفت محاولة تهريب متفجرات إلى لبنان بعد مراقبة سوري لعشرة أشهر كان يتواصل مع قيادته في إدلب، لافتا إلى أن قوات الأمن استطاعت إحباط تفجيرين كانا سيتمان تنفيذهما خلال فترة الانتخابات من خلال استهداف دور عبادة ومؤسسات عسكرية. أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني رفض الحكومة الشرعية وجود قوات حفظ سلام أممية في ميناء الحديدة. جاء ذلك على هامش مشاركته في مفاوضات السلام اليمنية في السويد برعاية المبعوث الأممي مارتن جريفث. وفي السياق اقترح وفد الحكومة اليمنية بأن تتولى وزارتي الداخلية والنقل إدارة ميناء الحديدة، مطالبا في الوقت ذاته القوات الحوثيين بالانسحاب من المدينة والميناء. أفادت مصادر بالحكومة البريطانية بتأجيل تصويت مجلس العموم على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن رئيسة الوزراء تريزا مي ستلقي خطابا أمام البرلمان اليوم ستعلن فيه قرار تأجيل طرح اتفاق بريكسيت للتصويت. وكانت مي حذرت في وقت سابق من مواجهة بريطانيا لمصير مجهول إذا رفض النواب الاتفاق. ختام الموجز مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.